وتلبسوا الكمامة جديد. نعم ما سمعتش كامل. شو نقولوا؟ وش نقولوا المهرج؟ 10 اليوم أشرفنا على توزيع كمية معتبرة من الكمامات في إقليم بلدية توزيانت ورميلة، منها كمامات معقمة قابلة للغسل عدة مرات، إضافة إلى بعض القصص ومعقم. وكما قام بهلواني وليد بتوعية خاصة بالتلاميذ، وسنواصل إن شاء الله بالحملة الخاصة بالتوعية والتحسيس والخيرية عبر كامل الولايات.